طبعا هي امر جريء من استاذ هاني ابو ريده ان هو تاني يوم على طول يعني مؤتمر صحفي يواجه الاعلام والجماهير الغاضبه، لكن برضه كان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر بالناحيه التنظيميه، وان ما ينفعش يبقى فيه المشاحنات دي بينه وبين يعني بين الزملاء الصحفيين وبعض اعضاء اتحاد الكره او المسؤول الاعلامي لاتحاد الكره فيما يخص الامور التنظيميه، سواء في الاسئله او المايك او الحاجات دي. المؤتمر واضح ان الاساس فيه ان هو الرد على الاتهامات الخاصه بالامور الماليه، سواء في عمليه بيع التذاكر او الامور الخاصه بالاقامه وتكاليف الاقامه والحاجات دي، يعني الاساس كان ان هو الرد على الامور دي. في بعض النقاط ما عرفناش اجابه عنها، زي ليه هل من الاحترافيه ان يبقى في مسؤولين من اتحاد الكوره في التمرين الرئيسي لمنتخب مصر قبل ماتش روسيا داخل الملعب بيتصوروا بالموبايلات؟ هل ده من الاحترافيه؟ حتى لو مسموح للاعلام ان هو يغطي 10 دقائق، هل المفروض اتحاد الكوره يبقى موجود في الملعب وبيتصور؟ ما خدناش رد عن فكره قبل مباراه مصر والسعوديه يتم الاعلان عن بيع 2 من نجوم المنتخب لاحد الانديه، بعد كده التراجع عن هذا الامر، وكيف تعامل اتحاد الكوره مع هذا الامر؟ ما سمعناش برضو رد. موضوع كوبر هو كده كده الراجل عقده انتهى فما تمش تجديد ليه، فمش محتاج مؤتمر اعلان عن ده. اختيارات الجهاز الفني كان فيها بعض المجاملات، شفنا لعيبه كانت تستحق انها تبقى موجوده في المنتخب، بالاضافه الى فكر الجهاز الفني نفسه اللي احنا حسيناه في المباريات ان هو رايح مجرد تكريم، مش رايح يؤدي او ينقل صوره مشرفه للكره المصريه. اللاعبين كان واضع عليهم برضو نفس الكلام، كان استهتار جامد جدا، ما شفناش الروح اللي كانوا بيلعبوا بيها في امم افريقيا، ما شفناش الالتزام، ما شفناش ان اللعيبه عايزه تعمل حاجه، لا هي اللعيبه رايحه تتكرم في كاس العالم، وده كان واضح جدا على فكرهم وعلى شكلهم في الملعب. بكل تاكيد مدير فني اجنبي. بصيت على الساحه دلوقتي ما فيش بصراحه، يعني حتى الاسماء المطروحه او اللي بيتم الترويج ليها، اذا كان الكابتن حسام البدري، اذا كان الكابتن حسام حسن، اذا كان الكابتن حسن شحاته، من وجهه نظري شايف ان الثلاثه مش دي المرحله بتاعتهم، مش المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، مش مرحله مدرب مصري حاليا، والثلاثه مش على مستوى المنتخب الوطني، ليهم انجازات وليهم بصمات في الانديه اللي دربوا فيها. الكابتن حسن شحاته بعيد بقاله فتره، الكابتن حسام في اخر تجربه ليه مع المنتخب الاولمبي، مدرب كبير طبعا ومدرب قدير، لكن برضه في الفتره الاخيره في توتر في العلاقه ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. كابتن حسام حسن برضه تجربته ناجحه مع المصري، ولكن تجربه المصري تختلف عن تجربه المنتخبات. انا مع بشكل كبير جدا ان انا نجيب منتخب اجنبي في الفتره الجايه، ويكون منتخب اجنبي ليه اسم، مدرب اجنبي انا اسف، ليه اسم ومدرب اجنبي اشتغل في افريقيا، عارف الاجواء الافريقيه عامله ايه، ومدرب اجنبي يعرف قيمه المنتخب المصري والمنتخب المصري عايز ايه. يعني كان واضح ان كوبر لما جه وتلاقينا ثلاث مرات ما مصعدش امم افريقيا، فكان ما كانش عارف قيمه المنتخب المصري قوي، فعشان كده ما ظهرتش فيه الكره الجماليه بتاعه المنتخب المصري وقوه المنتخب المصري. فانا طبعا مع المدرب الاجنبي، ولازم يكون مدرب اجنبي اسم كبير جدا، ويكون مدرب اجنبي سي في قوي جدا في افريقيا. اتحاد الكره عليه ان هو يجدد هذا المؤتمر الصحفي خلال اسبوع على الاكثر، يتم خلاله عرض التقارير الفنيه والاداريه والماليه، وعرضها بشكل يكون يعني مليء بالشفافيه وبوضوح، حتى عشان الرأي العام والإعلام يعرف من المسؤول الحقيقي عما حدث. انا كناقد رياضي او كاعلامي ومن خلال متابعتي للاتحاد الكره والمنتخب، انا شايف انه الجهاز الفني واللاعبين يتحملوا المسؤوليه الاكبر من هذا الاخفاق. يعني انا شايف انه اتحاد الكره بالغ في ان هو يعمل للراجل اللي هو عايزه اللي هو مستر كوبر. اتحاد الكره كان بيدلعه بشكل مش طبيعي، فيلا، عربيه، رحلات واجازات في اي وقت هو محتاجه هو واسرته. يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر للاسف الشديد يعني ركز في حاجات بعيده عن الكره، ركز انه يظهر في قنوات اعلاميه وقنوات فضائيه مقابل مادي، ركز في الاعلانات، ركز في ان هو يجامل بعض اللاعبين، وان هو يعني يكون في اختيارات مش 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 بناء على المستوى الفني في الملعب، وده اللي للاسف افتقدناه بعد امم الجابون. لازم انا لما اجي اختار حد اختاره وفق معايير، واعرف المعايير اللي تم الاختيار بيها في كل شيء، في اختيار في منصب، في جهاز فني، في كل الامور دي كلها. شايف ان الفتره اللي جايه لازم يكون في لجنه فنيه في اتحاد الكوره تشتغل وتخطط للكره المصريه، يبقى في مدير فني، مش مدير فني احنا نختاره علشان احنا بنحبه او بنكره، لا، يبقى في مدير فني هو اللي يختار الاجهزه الفنيه وهو اللي منوط بالعمل الفني، يبقى معاه لجنه فنيه ومعاه جهاز فني لاتحاد الكوره شانه شان الاتحادات العالميه. المدير الفني اللي جاي انت هتحدد مدير فني مصري، يبقى انت عايز منه مهام معينه، او مدير فني اجنبي عايز منه برضه مهام معينه. انت عاوز ايه الفتره اللي جايه؟ هل بتعد جيل الاربع سنين اللي جايه لكاس العالم، ولا انت برضه عاوز تنتظر كل 28 سنه او كل فتره يطلع لك منتخب يشارك بالصدفه؟ لا، لازم تحدد وفق اسس ومناهج علميه. انت عندك
رؤيتي لازم نستخدم العلم ونبعد عن المحسوبيه.